السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. ورجعنا لكم تاني فيديو جديد، ونعمل النهارده تحدي الهمس بالسماعه. التحدي هيبقى بينا انا ونغم وسمير، هنشوف مين فينا اللي هيبدا ومين اللي هيجمع اكبر عدد من النقط. وطبعا الخسران هيتعاقب معانا في الفيديو، وهنشوفه معانا العقاب في اخر الفيديو. يا ريت اللي لسه ما اشتركش في القناه يعمل لنا لايك واشتراك، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعايزين القناه بتاعتنا تكبر بيكم يا احجم العيله في الدنيا. هنبدا بقى الفيديو. مساء مساء يا حلوين، انا قناتنا منورين، احنا الناس الجامدين. خش على اللي بعد التحدي بتاعنا، هنبدأ دلوقتي وهنعمل مع بعض حجره ورقه مقص عشان نشوف مين فينا اللي هيبدا الاول. يلا مين هيعمل كده الاول؟ انت وسمير ولا احنا التلاتة؟ ما ينفعش والله. طب احنا هنعمل ايه؟ ماشي، حجره ورقه مقص. انا اللي كسبت. حجره ورقه مقص. هتطلعي دوكي فوق عشان الناس تبقى شايفه. حجر ورا كم قص؟ انا الثاني. انا اللي هيبدا. يعني سمير كده الاولاني وانت الثانيه وانا الثالثه. سمير اللي هيبدا. هنشغل بقى اغنيه. هنعمل بقى دلوقتي، هنشغل اغنيه. الاغنيه شغاله اهي. يلا سمير هيلبس. يلا الاول عشان سمير يبقى فاهم احنا هنعمل ايه. كل واحد فينا انا ونغم هنقول كلمه، لو هو عرفها من اول مره هتحسب له النقطه، لو ما عرفش هيبقى ليه اربع مرات يجرب فيهم. لو قال الاربعه غلط النقطه بتاعته خلاص اتحذفت. في اخر الفيديو اللي خسران هو اللي هيتعاقب، يعني هيجمع النقط واخر الفيديو خسران يتعاقب. انتوا الاثنين اللي هتتعاقبوا. سمعنا؟ انت سامع؟ اه انا هقول اول مره، هقول اول واحده. حط لك كده، بصي لي بقى عشان تعرف من بقي. بيقول لك حط لك كده اهو، حط لك كده. شباك. انا كنت اقول الكلمه شباك. طلع شباك. بجد قلت لك شويه شباك. شباك. انت سامع يا لا؟ لا والله. كده سمير، كده سمير كسب نقطه. انت اللي عليك الدور. انا اللي اقول. اي حد فين؟ انا اقول. قول انت. ولا هي؟ لا قلت لها كلمه. امي ايه؟ مش عارف. قول اي كلمه. مش عارف حاجه. قول. يلا. مروحه. اه؟ مروحه. مروحه. اقري شفايفي. مروحه. اقول انا واحده؟ استنى ما يتفكر. مروحه. مروحة. هنعيد هنعيد بقى. مروحة. مروحة. استنى. كده سمير واحد ونغم واحد. انا عليا الدور. انت اللي تقول. اي حد فيكم؟ يلا انت. باب. 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 ليه؟ انا عملت صوتي صح؟ سمعتي؟ انا كنت عايزة اقول حاجة. بتاع ده طبق. انت وقعت البتاع ده خالص. قولي لاخوكي بقى انت المره دي. تليفون. لا ما تقربش. لا اقرا شفايفي. تليفون. تكتفون. ايه اسمعها ايه هي بتقول؟ تليفون. تليفون. غلط. تليفون. تليفون. صح. مش عليك. واختك اللي عليها الدور. انا اللي هقول. استني يا ناغ ضيقيها. لا هي ضيقه مش مشكله، هي ضيقه. بص. مشكله. انا اللي هقول. الاغنيه خلصت. الاغنيه خلصت؟ طب استنى. اشتغل التانية؟ لا واحدة تانية بس قدمها شوية لأنها هادية خالص. لا خلاص هنجيب اللي قبلها تاني. ايوه اوكي. يعني اطلع من دي. انا هقول حاجه. قولي قولي. ايوه دي حلوه مش سامعه. ما دي كانت شغاله. هقول. هي صوتها اصلا جاي بينا. اقول. اقول لها يا سمير. قولها انت. بابا. علي صوتك عشان هما كمان يسمعوا يا سمير. بابا. اعملي ايدك كده عشان ما تسمعيش قوي. بابا. مش سامعة. عد يا ماما. بابا. اه بابا. ماما. بابا. لا بابا. كده اتنين.
بابا بابا ايه التالتة برا بابا كده الرابعة خلاص خسرت انا بقول بابا اللي عليها الضوء جامدة انا او مفتاح ايه مفتاح مفتاح انت بتقولي ولا هو انا كلمة واحدة مفتاح واحد بس اللي يقول قولي سعيد مفتاح ايه عدي يا مرة واحد مفتاح اثنين مفك مفتاح ثلاث وفاء اربعة خسرتي شيل كده عدته اربعة انتوا بتضحكوا عليا لا والله بتقول ايه مفتاح بتقول لك وفاء انا حاسة ان انا شايفة حرف الفاء بيطلع من فوقك بس مش فاهمة ايه رغم صوت عالي انا هقول انا المرات انا هقول لكم كلمه صعبه مره رغم صوت عالي ماما تيجي تقول اللي هي وضغط برده كده عشان تبقى عاليه اكتر ماما قولي لي جمله عاليه قوي حطها قلت قوي حطها بس انا عليتها بص انا هقول لك كلمه صعبه ماما قولي لي جمله الجمله هتبقى صعبه على سامر دلوقتي لو انت كنت معايا لوحدك كنت اقول جمله لا انا في الفيديو الجاي هعمل انا وسعد بقى جمل او امثال الو السماعه عشان تبقى صعبه اكتر الو استنى شارع لا ما تسمع اقرا إيه شفايف شارع خالص. لا هو مستمع بصوته عالي البتاع ده صوته عالي قوي شارع 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 جنة جنة مين هو بقى سامع ان صوته عالي والله واطي شارع 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 واحد شارع يلا شارع شارع انا معايا خلصت انت سمعتها بعد الاغنيه خلصت لا هتتعاد مش هتتحس هتتعاد تعرف الاغنيه تخلص ام قايل الاغنيه خلصت دي هجيب نفس الاغنيه عشان صوتها عالي اسمع انا هجيب لك بقى حاجه صعبه بقى يلا تك هعملها من الاول قال لي لا اقول بقى ليه بشرب الصوت عالي كوره لا مش هقول لك دي ولا كوتشي 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 قلت انا كوتشي كوتشي انا كده سمير كسبت انا بعمل وانا انا عملت واحد ونغم واحد صح وسمير كسبان لا مخلي بالك انا هقول لك بقى حته الكلمه استنى هقول لك حته الكلمه ايه ده اقعد لك انا هقول لك ايه شنطه 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 شره شنطه شنه شن شنطة 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 كده سميري تلاتة ونغم اتنين وانا واحد صوت هواط علي لا علي ده بتروب عدى الجمال خلاص هو كده علي على الاخر الاغاني شغالة لسه يا جماعة عشان تعرفوا ان هي شغالة تمام صوتها صعب طرحة 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 ايه طرحه صنعه طرحه طرحه عده ثانيه سلطه طرحه 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 ما تعد يا ما هو قولي تاني طرحه طرحه طلعه طرحه ثلاث طرحه طرحه صح برافو انا ببص على الشفايف فور الشفايف بتقول طرحة. ايه كده انا كام اتنين وانت اتنين وسامر تلاتة انا بقى اقول لسامير بقى حاجه تلفزيون بص ليا ما حدش يجيب صبعه على البتاع ده عشان ما تعليش ولا طول ما حدش يبقى الزرار ورا الزرار ده ما حدش يحط صبعه عليه عشان صوته ما يوطاه بص لي يا سامي انت سامع كان بقول لا هو جاي اصلا صوت الموسيقى اصلا انا سامعاه تلفزيون هعيد تن تن ايه ده تلفزيون واحد قولي تاني ما تقربش قولي تاني تلفزيون ثلاثة تلفزيون هات كده بقى ماشي بحاجة كده سامر أربعة أنا قلت تلفزيون أمس الأغنية خالص ماشي ساعة ما تخلص بقول لي عشان أجيبها تاني عشان هي اللي طبق
طبق طبلة لا عيد طبق طبق انت عدي طبرة طبق ثلاثة طبق طبح أربعة طبح خلاص طبق طبق اللي عليها الدور أنا فكرت في كلمة اللي عليها الدور كلمة كده أربعة ثلاثة طبح طبق كده أربعة ثلاثة ثلاثة بابا أقول لك مروحة إيه مروحة عد يا سامي لا مروحة صح تركتش ليه تركتش كل واحد وقف ليه كده بعد مين على الدور بعد سمين كده اربعة ثلاثة خلصت صح انا هقول له حاجة طبعا الناس بس انت جبت تلك بتاع ما جبتش حاجة ما هي شغالة انا هي لسه شغالة هقول له حاجة قول له سبع مش هيعرفها سبت عيد اول سبت لسه عيد هو اصلا مش سامع صوته عالي والله واطي سامر مش سامع صوته عالي والله انا اللي هقولها ماما حاجه جميله بقى ماشي لا انا عايزه اقول لها كلمه مش هتعرفها انا هقولها لا انا هقولها انا بقى عشان انا بعيد عنها انا هقول خلاص كتبت عملتي عروسه عروسة قولي تاني عروسة عوفة عروسة 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 انت سمعت؟ لا والله انا هقول حاجة يا امي يا ماما خلصة لو عرفتي عدلنا انت بقى انا هقول لك حاجة انا هقول حاجة بقى ما تخلقش حاجة عشان ايه؟ أن قول تاني أن عطشان أن 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 واحد خمسة أربعة أن سامري اللي خمسة وأنا أربعة نغم أربعة طلع عليك الدور هقول لنا حاجة صعبة قول صورة كورة لا صورة عد صورة انت كده ست انا جرب اقول لها انا حاجة صعبة ملابس ايه ما تجيش تقولي بقى ملابس عد ملابس ملبس ملابس ثلاثة ملابس أربعة ملابس خلاص حلبسة خلاص جبنا بالأربعة ملابس كده سمر ستة ونغم خمسة وانت أربعة يعني أنا كزمان كده لغاية الآية ما تنسوش تعملوا لك وتشتكوا في يلا خلصت ولا شغال؟ لا شغال بس ما توطهاش هو بيقول ان طول ما انا سامعه الاغنيه عارفه ان انت ما توطهاش بس بقى ما اجراش ما توطهاش يلا اقول ايه حطها يلا انت عارف الضغط كله فلوس فلوس سبي لا انت بتسال فلوس توس واحد فلوس اثنين لوس لا ثلاث فلوس أربعة فلوس خلاص هو أنا بعد أربعة لا لا بس جنت هو في عدد قول هو المفروض تقف يلا أنت بتسمع علي لا والله أنا حاسة لا هي صوتها علي أول سماعة سبعة الأغنية والله جابت له صداع سبعة تعب هو كده اسمع لا أغنية وهو ممكن يكون سامع صوته أصلا جابت له صداع والله أنا أصلا حاطة أغنية صوتها عالي انا هقول لك بقى ايه انا هقول لك هقول لك لمبه يبقى انا شاشه ما اسمعكش لمبه اضغط على ودانك
ما قلتش اقول بقى ارد شفايفي. لا هي ما تنطق اول ما تنطق اول كلمه. احنا نعد بعدها. قول لمبه طبق ماما. ما قلتش اقول بقى. لا قول ما عشان تبقى شفايفي. قول طبق طبق كده. ثلاثه صبه صبه ايه استريك واحد يما لا يابا خلاص طب لمبه يابا ايه كده سبت سبعه وانت خمسه وانا اربعه. انا صبه انا معلمي ميدي. لا ما بنفعش استنى قول انا باب. لا استنى انا قلت دي شاحن شاحن شاي شاحن 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 شارع شاحن شاهد شاحن. خلاص يا ماما خلاص يا ماما خلاص. انا لسه اربعه لسه اربعه بابا انا لسه اربعه. شاحن 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 سبعه خمسه اربعه. المره الجايه اقول حاجه صعبه. سامر بقى كام؟ سبعه. انا هقول هاني بقى. ما تقول استنى ما تقولوش بشيء اقوله بس 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 اول مره انطقها بصوت بصوت عشان المتابعين يسمعوا وبعد كده بشفايفنا بس عشان نصعبها اكتر. فوطة فوطة توتة. هي بتقول فوطة يا جماعة اللي انت ما سمعتها يعني. فوطة توتة عد. ده هو المفروض كده عندنا تلاتة. اسألك واحد فوطة جدع. والله انا انت هتساعدها على فاخر ستة. لا هنقول بعد يلا. دبدوب دبدوب مش شايفك بقى. كمبوت دبدوب دبدوب كده نسيك اتنين. ضغط على السماعة. ده الرابعة. سبسوب اسمه ايه؟ دبدوب سبسوب ده. ثمانية خمس الاغنية يا بني خلص. صبصوا رأيكم هنعمل لخبطة تيتا استنى نيش يا جماعة. انا هقول نيش 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 ايه ريش. انا رج شيش عد. بص عد بصوت عد بصوت يعني واحد شيش اثنين 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 نيش صح. توصفها انا بوصفها لها. دي بتوصفها لها صحيح. بتوصفها انت بتعمل لها نيش. طب ما تنسى يا جماعه تركوا بدينا عادي نيش. لا يا شبابك بتقول حاجه فيها شيش وانا بقول لك شيش وتقول لي نيش. يبقى نيش بقى. ايه اللي جابكم مدين؟ ماما كسبت بقى 8 5 5. طيب انا هقول سامر حاجه صعبه. حزام حزام. انت بتقول حزام على فكره بقى الاغنيه واقفه. لا شغاله انت معايا. تعالى تاني شويه شفتك طالع بره كده. اتخذ السنة. قول يا بابا. هي بتقول عدوا عد. ما تنطق اي كلمه تيجي في بقك. عدوا كده ثلاثة. لا واحد. لا انا عديت من قبلها. خلاص أربعة. ثلاثة. خلاص أربعة. خلاص أربعة. حزام. خلاص حزام. كتير اللي عليك الضوء. ثمانية يا شباب. هني انا هقول هني بنطلون في حزام. لا ما ينفعش كده. لا ما ينفعش الكلام ده. دي جمله. قول بقول بنطلون مش بنطلون. اضغطي بايديك بنطلون. سيب ده عشان ما تخلعهاش. قول يا مروان. انا هقول لها محطوط. محطوط محطوط. هقول لها بنطلون 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 بنطلون. الاغنيه قبلها ولا بعدها؟ لا والله قبلها.
والله فعلا. شكلك بتكذبي يا بنت والله. شكلك بتكذبي. انت كنت قلت المره فاتت صح يا سمان؟ اه. لا. كنت قلت صح الدور اللي فات ده؟ لا. انا قلت لا. يبقى 8 6 5. منفاخ. ايه؟ منفاخ. 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 منفاخ يا جماعه. مفتاح انت صور مفك واحد ايوه كده عامل صوره دكتور اثنين ثلاثة ادي بسرعة مفتاح أربعة خسرت خسرت خلاص؟ أربعة اضغط على الموافق ده يا سامي منفاخ منفاخ؟ يلا ماما كده 8 6 5 كده انا ماليش ارميك انت انا قولوا شكارة انا اقول لك ماشي قولي انت بقى شكارة ابعد عشان ما تسمعش انت سامع ما تنساش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لنا في الكومنتات عايزين تحديات ايه واحنا نعملها شكارة شكارة شبر ايش هنا وشبر الاغنية صوتها رايح يعني لو مفيش صوت ايه واطية لا هو لو كاتبها انت اللي كاتب الاغنية نعملها كده ماشي يلا يلا شكارة واحد لا هو شبر شبرة قولي بقى واحد شجرة اثنين شكارة بروح حلو فهم يلا شكارة ثلاثة شكارة شجرة أربعة شكارة خلاص ايه الله ايه انت عايز الله ترش كده شكارة لا انا هقول لك انا يلا لا اتك اتك يا شمسين انا هقول لك يا ماما حاجه جميله هي احنا انتوا عرفتوا من اللعبه بتتعمل ازاي المره الجايه بقى نقولها بقى في هما الكبيره انا هقول لك استني ايه قول مش تقدر اقول لها ايه؟ استني قول لها هي تشوفها ببوقها قول لها انت بقى استني 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 اتك استني اضغط على السماعة استني كده استني لا انت سامع اه سامع والله ما سامع والله عاملة كده عم لما قلت لك اتك على السماعة اتكت على السماعة عشان بقى اوريك تسمع يبقى سامع تصدع قوي والله صوتها عالي قوي 8 الثلاث سماعات كان صح ولا غلط؟ كان غلط 8 انا 8 7 والناسة والناسة نساء انا نساء قعدت سامع واحد يلا صوت اثنين علي صوت عشان الناس تسمع مسا طشت هقول طشت 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 شيشة طشت طشت شيشة طشت ما تقربش طشت شيشة عندي مغ واحد طشت شي طشت شي ثلاثة طشت نش أربعة طشت خلاص لا مش خلاص خلاص طشت جا عليك الدور أنا أقول لك بقى اتك على اتك على السماعة اتك خلاص عمود 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 عنور عمود أمور عمود واحد عمود عمود عروض عمود ده ثلاثة لسه مرة عروض عروض عمود عروض صفت عمود هل على الدور كده 8 7 6 أنا لسه 6 8 7 6 طب يلا فيشة
انا سامع الاغنيه سامع الاغنيه اسكت ليه الاغنيه مسموعه ما انا مدققه سمع. طب يلا يلا فيشه فيشه فيلا فيشه فيل فيشه فيشه انت سمور انت سمور واح فيشه الاغنيه خلص طب اعمل ايه اشغلها خليه يا اغنيه شغاله تانية قصادها هي مكانها بس انت صوتها واطي انما الاولانيه بصوتها عادي هاي سميني استنى يلا عشان نقدمها شويه عشان نشوف فيشه 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 فينو فيشه 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 فيله فيشه واح فيشه فيشه صح تمني سبعة سبعة سمين سمين تمني اللي على الدور الدور على السنة صح؟ ايه مش عارف مشبك 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 مدبك مشبك لا اصبر مشبك باب مشبك واح مشبك مدبك مشبك 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 صح صح كده تسعة صح لسه واحدة فوق لسه واحدة سمير يفوز عليها لسه سبعة ونغم ثمانية صح نغم سبعة وانا سبعة انا سبعة نغم سبعة وسمير لسه واحدة ويفوز عشان احنا عاملينها من عشرة يلا انا هقول لك على حاجة بقى ما مش هتعرفها ارجع ورا كده البس هقول لها ارنب سمعتي؟ سمعة؟ لا انا اقول سمعة؟ سمعة؟ لا ماما هقول ارنب مرمر انا مرمر ارنب مرمر قال لها ارنب تنفيس لا اسف دي بقى المرة الجاية ارنب 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 انت سمعة يا بيه لا عارفة الكلمة انت سمعة صح؟ والله ما سمعت خلاص هعملها واحدة تانية نعيد حمام قال لها حمام 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 قولي قولي حمام وحمام صح كنت عايزة تختاره ثمانية اللي عليا الدور طب انا اقول لك حاجة دلوقتي مش هتعرفها خالص يمام لا انا اقول لها فيديو يمام 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 سمك يمام يمام هقول لها كلمة يمام يمام شمام يمام يمام واح يمام زمان يمام تمام يمام تمام يمام يمام صح يمام كده كده ثمانية سمير تسعة صح؟ يعني لو كسب دي بقى هو خلاص الكسبان استنى عشان اقول لك كلمة صعبة بقى عصفور لا هو يعرف هو انت سامع الاغنية خلصت؟ انت سمعت احنا قلنا دلوقتي؟ عصفور لا هقول له هقول له كلمة صعبة قوي 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 طب مش عايزين ننهيها بكلمة صعبة بقى ما الاغنية اللي كانت تحت دي صوتها كان عالي لا اللي كانت تحت انا هقول لسمير حاجة صعبة يا ماما بقى بص هقول له يلا كرسي لا استنى هقول له ابن الاسود لا مش هيرفعك بيه لا هو مش هيعرف ولا انت هتعرفوا اصلا الجمله دلوقتي طيب كرسي احنا بنلعب دي بالعافيه معاكم اهي كرسي كرسي كوتي كرسي هو سامع لا هو قافل الصوت خالص انا مش سامع صوته كرسي 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 اي صح صح كسب لا لسه بتقول ما هو لسه قال 10 انتوا 8 8 قولوا كل واحد ضرب الجلاله ضرب واحد لسه دور انت فزت يا سمور مش مشكله انا مش مشكله قول مش مشكله عليك الضرب انا
كده نستلك الدور ده ونستلك الدور كده كده يعتبر سمير خلو كسب في الشحن. لا نغم نغم نغط على نغم 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 يم نغم لحم نغم واح نغم يم اثنين مش عارفة نغم ثلاثة يم نغم نغم نم خلاص نغم خلاص خلاص لا خلاص ما تحسبش نغم لو انت قلت لو انت قلت يا بابا صح يبقى النغم اللي خسران والله والله يعني نغم اللي تتعاقب اه اللي يقول لو انت زي نغم لازم تصفوا مع بعض انا عرفت اقول لها ايه لو انت زي نغم لازم تصفوا عشان الواحد يتعاقب ماما هو كده سمير كسب وانا بيني وبين نغم الوقت ماما انا عرفت اقول لها ايه حاجه لا خليك ايه عرفت اقول لها ايه احنا دلوقتي رقم كام؟ انا 8 ونغم 8 سمير كده كسب خلاص طلع من المسابقه كده هو كسبان صف انا ونغم بقى مين اللي هيجيب ال10 الاول عشان اخره هو اللي هيتعاقب استنى يلا قول له فرشة فرشة تقول اصعب من دي فرشة 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 فشل وحشة فشر فرشة نيه فرشة فلا فلات فرشة فرشة استنى عشان اسمع الاغنية خلص اسمع دي تحطها على ودني لا دي انا فيها صفارة ومزمار في الاول كده بتوجع الودن انا عارفة صوت عالي برضو بس بتوجع الودن اكتر من دي جربت كده قدمها شويه انا اقول وركبت الاكسي 6 قول حاجه انا بحب الاغنيه دي بس لو بتقولي حاجه مكرره ما تقوليش حاجه مكرره بقى يلا اسم لا لا ستاره بتفك الراس يا حته ستاره طبعا بغني حته اللي بحبها ستاره طلع ستاره حلوه فانتستك ستاره عيب ايه ستاره فرا ستارة نجارة ستارة ستارة يلا سعيد صلاة لا أربعة خسرتي ادي النغم خلاص تعديت أربعة ستارة ادي النغم أنا كده احنا أنا لسه 8 و 8 صح؟ يلا شكارة شكارة هي بتقول شكارة؟ احنا نقول لها شكارة سبعة نقول لها شكارة سامعة؟ لا سامعة أسمعتك بتقول كورة طب يلا فين؟ هنغير الكلمة طالما سمعت كورة شكارة نقول لها شكارة 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 شر شكارة شه شكارة شعر شكارة ش ادي اسمين شكارة واحد شار شكارة اثنين فشار شكارة ثلاثة فشار شكارة شعر بس خلاص شار شكارة انا ايه انا عليا الدور ده 8 وانا 8 اللي شو بس كده تقع السنة ولا ساعة 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 ها ساعة ترجع ورا مستمع والله ساعة 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 يعني واحد ساعة ساعة اثنين ساعة تعتي ثلاثة ساعة ساعة أربعة ساعد خلاص ايه ساعد انت المفروض انت بتعمل كده ما تاخدش مني لما استنى المنطق لا خلاص انت ده عملت خلاص هو قايل أربعة وشايل على طول لا ما خلاص تقول ما انت هو قلت ساعد ساعة ساعد ساعد انا كنت أول مرة جاية ساعد يلا طب انا هقول لك بقى كلمة ليش انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه هجر انت ليه انديل انت ليه اطير انت ليه اطير انت ليه اطير كده المفروض عدينا لك 3 الله انت ليه 3 انت ليه ادري الله كده 4 خلاص اي كي اي انت ليه انت ليه يا بتاع بس يا سمير احنا بنعد 4
اربعه دي تستنى انت الله نوت مش اربعه تقوم شدد السماعه. اربعتكم عاملين كده بس خلاص ايه الاغنيه؟ اسمع اسمع حلوه خلاص يلا قول وعادي 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 بحب الاغنيه دي اسيبها اسيب قولوا انا اقولها مروه ماشي لا خلاص انت كده خسران. تسعة مش مفروض تبقى بقى ما سمرة 10 اهو سمرة 10 وانا كده جبت 9 وانت جبت 8 لان انا فاكر مع السلامه بعدين انا اخر واحده في الدور فاخر الدور انتهى عندي خلاص بقى سمير هنخلص الفيديو كده خلص بان سمير فاز وانا خدت المركز الثاني على سمير المركز الاول المركز الثاني ونغم المركز الثالث يبقى هي كده اللي هتعاقب هنجيب العقاب بقى ونرجع لكم دلوقتي احنا بدأنا الفيديو من تاني عشان نعاقب نغم هنخيرها بين عقابين العقاب الاولاني انها تاخد معلقه كبيره من الخل والعقاب التاني انها تقعد يومين من غير التليفون نغم دي لو قلت لها سيب امك وابوك عشان خاطر التليفون تسيبنا عادي عشان التليفون متقدرش تبعد عن التليفون يعني احنا هنخيرها دلوقتي كانت تاخد معلقه خل ولا تسيب التليفون يومين مش يوم واحد يعني خسرنا في الفيديو اللي فات والفيديو ده هتاخدي ايه اختار انا لو مكانك هسيب بالتليفون يومين عادي مش هروح معايا خل الخل احسن تاخد خل خل اه خلاص هي تشرب معلقه خل وعلى بق واحد مش هتعرف تشربيه معلقه طب معلقه صغيره لا بتضايقني يعني تقولي بحب الخل بتضايقني انا هامله المعلقه لعينها بحب الخل خلاص 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 الخل مش مضر يا جماعه ده هو مطهر معوي كمان مطهر على ما اسمع يعني هتعرف تشربها على بقي واحد يلا عشان هيقع هيخلي ريحة هدومك وحشة انا خايفة جدا احنا بنديكوا حقنة كل الايدين دي قدامك خلصي والله بيوقع على ايدك من لسه دلوقتي عشان ميزز ولا مش ميزز يلا مرة واحدة مرة واحدة لا ولا طفتها والله هحط غير انا قلت لك سيب التليفون يومين وسيبوه لا خد شوفهم حشي ايدك يا نغم سيب ايدك وانا هديها لك انا ليه شوفهم 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 انا بعمل كده بس مش انا بحب شكل الخل ابدا لسه فيها نصها كده مره واحد غمض عينك وافتح بقى كده نغم متعبت واستنينا فيديوهات تانية كتير كتير سعد هو اللي هيبقى طالع معايا فيها بقى واستنينا في الجديد وجديد دايما شديد مع السلامة يا ريت تعملوا لايك واشتراك يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا كومنت حلو مره بره واكتبوا لنا في الكومنتات عايزين تحديات ايه واحنا نعملها يلا سلام مع السلامه